السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومرحبا بكم في متجر طوب ارتيكل سوق القريعه. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الفيديو حصريا على متجر طوب ارتيكل، والفيديو اللي وعدتكم به ديال الشبكه ديال الاواني المنزليه. ان شاء الله غادي نوريكم ان شاء الله هذه الشبكه هذه اللي صراحه احسن شبكه كنا كننتظروا. الحمد لله يلاه دخلات، ودخلات بكميه جد محدوده. انا غادي نعطيكم ان شاء الله التفاصيل، نتسناو غير الناس يدخلوا ان شاء الله اللايف، ومن بعد ان شاء الله نبارطاجيو معكم ان شاء الله المعلومات حصريا 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 عند محل طوب ارتيكل بسوق القريعه. فاليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الشبكه اللي وعدتكم بها، الشبكه اللي فوق لافابو. كما تنعرفوا ان الشبكه اللي فوق لافابو لقينا فيها مشاكل كبيره، اللي هي هذه، هذه الشبكه هي اللي فوق لافابو لقينا فيها مشاكل كبيره. ان كنشريوهم كيقولوا لنا اينوكس، كاين الموديلات الكحلين تيبارطاجيو معنا ان البيع والشرايه ولا الناس اللي كنتقداو من عندهم تيقول لك بالله هذه الشبكه هذه راه ما كتصديش، وبالتالي الناس داوها الموديلات اللي في الكحل وفي اينوكس لقاوها تصدي. واليوم ان شاء الله ها هي جات الشبكه اللي وعدتكم بها حصريا عند محل طوب ارتيكل. اشنو هما المميزات ديال هذه الشبكه هذه؟ هذه الشبكه اول حاجه لا ماتيغ ديالها الومنيوم. انا غادي نمشي معكم ايطاب بار ايطاب باش تشوفوا لا ماتيغ تبارك الله كي دايره. ها هي لا ماتيغ ديالها الومنيوم، ما تتصديش نهائيا. راك عرفتوا الالومنيوم لا فينيسيون تبارك الله كاينه هنا، فيها واحد جوج ديال الستيلات هنايا. مثلا هنا كتلقاو بلاصه الكيسان والجبابن عكس الموديل الاخر اللي كان مقسم اللي فيه ثلاثه. هذا جاي متصول، يعني موديل واحد تيهز اكبر عدد ديال المواعن. يعني الجبابن دابا الحمد لله عندنا فين نحطوهم، الكيسان عندنا فين نحطوهم، طباصل يعني عندنا شي حاجه بلا اللي نحطو فيها او ميم طون، يعني صحيحه. هذا هو لافونتاج. وحاجه اخرى هنا مقسومه دايرين هنا بلاصه الطباصل. ها هي بلاصه الطباصلات هنايا كتجي هنا، حطي مثلا واحد 10 ولا 12 طبصيل. وعندهم واحد العلاقات اللي هما هادو، هاهم العلاقات هادو كيجيو في الجنب لتحت، هاهم كديري فيهم ليلوش، ديري فيهم كسرونات، ديري فيهم اي حاجه، يعني تبارك الله ما شاء الله زوينين. وهاد الجنب هذا ها هو هذا فيه بلاصه الماس، موس كبير صغير مويان اي موس ها هو كيتخشى فيه. عفاكم بارطاجيو هاد اللايف باش ان شاء الله يوصل لاكبر عدد ديال الناس، للسيدات اللي كتقلب على شبكه ديال المواعن الومنيوم وفوق لافابو ما كتصديش. ها هي جات في محل طوب ارتيكل بسوق القريعه. وهذه هاد البلاصه هادي ها هي، ها هي كما تلاحظوا كدير فيها الصابون ليكيد، مثلا الصابون ديال المواعن والحلفه ولا اي حاجه. هاهما تبارك الله ما شاء الله. كما تلاحظوا معنا الجنب ديالها هذه بلاصه المعالق، هذا نقدروا نديروه هنا مثلا، نديروا جوج يعني كنغسلوا المواعن. هذاك هنا كيجي الروبيني، كي كنغسلوا المواعن هنايا كي كنغسلوا المواعن كنهزوا اي حاجه غسلناها، مثلا الكاس غسلناه شللناه كنحطوه مباشره. كان اول حاجه الفائده ديال هذه الشبكه انها كتربح ليسباس، ها هو كما تلاحظوا كتربح ليسباس، وفي نفس الوقت يعني حلات المشكل ديال الصدى. هذا هو اهم شيء في الشبكه ديال المواعن ديال الاواني ديال المنزليه. والزبناء اللي عندنا في لاباج ديالنا والناس اللي كيتفاعلوا معنا بشكل يومي راه نديروا لهم تخفيض لهم هما فقط. يعني الناس ندير واحد كلمه السر، اي واحد بغى هاد الشبكه ديال لافابو غادي يجي وغادي يقول لنا واحد كلمه السر. هذيك كلمه السر هي اللي غادي تكون واحد كوبون كود، يعني الكوبون كود ديالو باش انه نقصوا ليه واحد 50 درهم من الثمن ديالها الاصلي. حنا هادو الزبناء ديالنا كاملين، اي واحد كيتبعنا واي واحد كيبارطاجي معنا واي واحد كيكومونتي لينا ان شاء الله غادي نحيدوا ليه 50 درهم على الثمن الاصلي. ولكن يجي يقول لنا كلمه السر ويكون باغي هاد الشبكه هادي ديال اللي فوق لافابو الالومنيوم. بالنسبه لهاد الشبكه اللي كيسول على الثمن ديالها راه كدير 699 درهم، هادي 699 درهم. ولكن هادي تشريوها حتى ب 1000 درهم، هادي فلوسها حلال. علاش؟ اول حاجه كنربحوا بها ليسباس، ثاني حاجه عندنا واحد جوج هنايا مقسمه كنديروا هنا بلاصه الكيسان والطباصل والجبابن واي حاجه بلا، عكس الاخرين اللي ما عندناش الموديلات الاخرين ما عندناش فين نديروهم
انا غادي نمشي نشوفو الموديل الاول غادي ديجا حتى هو غادي نهضروا عليه. وعندنا هنايا بلاصه باصل، عندنا هنا بلاصه الماس، هذه بلاستيك الكاليتي بغيتكم ما كرهتش يكون يعني الناس يلمسوا لا كاليتي ديال هاد الشبكه كي دايره تبارك الله ما شاء الله، زوينه عمليه، وانا صراحه حبيتها وغادي ان شاء الله غادي ندي وحده للدار. هذه الشكل ديالها ها هي كما تلاحظوا، الطول ديالها فيها 85 سنتيم، ها هو الطول ديالها 85 سنتيم يعني 84.9، البروفوندور ديالها هنايا 33 سنتيم ها هي، والعلو ديالها 55 سنتيم باش الناس يشوفوا لي ديمونسيون ديال الشبكه ديال الاواني هي هذه. وان شاء الله راه غادي تجي وغادي تشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره والشكل ديالها كيفاش داير. الشكل ديالها كتجي بحال هكا، نبعد لكم شويه، انا ديجا درت هذا الرينغ لايت باش تعطيكم الضوء باش تشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره. تبارك الله ما شاء الله زوينه وعمليه ورائعه. كما قلت لكم الثمن 699 درهم للانسان اللي بغى يجي، ولكن الكوبون كود غنعطيكم كوبون كود باش تجيو غنقصوا لكم 50 درهم. الناس اللي كيتفرجوا في اللايف والناس اللي كيتفاعلوا معنا هما اللي غادي يعرفوا هاد كلمه السر ان شاء الله، باش يجيو ان شاء الله للمحل ويعطونا هذاك الكلمه السر، وهذيك كلمه السر هي اللي غادي نحيدوا لهم 50 درهم. يعني الناس اللي في اللايف هما اللي غادي ان شاء الله غادي يستافدوا من هذا الكوبون كود ديال 50 درهم. انا نهديوكم 50 درهم باش تقداو بها. فمرحبا بكم. كما درنا اللايف البارح على بزاف ديال المنتوجات، باقي المنتوجات ان شاء الله راه غادي تجي، غتزيد المنتوجات اخرين، يعني هذه راه فيها كميه محدوده. علاش كنركز هذه الشبكه يعني الناس اللي كيجيو ما كيلقاوش لي برودوي، هذه راه كميه محدوده. حاولوا ما امكن لي انتريسي اللي باقي ما خداش الشبكه ديال الفوق لافابو، يحاول ما امكن يجي للمحل ديالنا ويتخدى الغراض، سينو صيفط لينا ميساج فيكون انسان يعني محترم ويكون انسان مهتم بهذا البرودوي، يعني يكون باغي يكون انتريسي بالبرودوي، يصيفط لينا السميه والعنوان ديالو وحنا ندوزو ليه لا كوموند ويعطينا الكلمه راه صافي. الا دازت الكلمه راه غادي نخليوها ليه ولكن الانسان اللي غيجيب فلوسه وغادي يتخدى راه هو الاول غادي نعطيوه، اللي ما بقاتش ليه راه ما عندنا ما نديرو مع الاسف، لان فيها كونتيتي قليله. يلاه تحطات هاد السلعه، حليت لكم لايف باش تشوفوا لا كاليتي ديالها كيفاش دايره، يعني الشبكه ديال الفوق لافابو الومنيوم. حنا نمشي نشوفوا الموديل الاخر، رجعوا لهذا الموديل الاخر هو هذا، هاو هذا هو الموديل الكحل، ها هو الموديل الاول اللي كاين وفيه ديال جوج طبقات. هذا الموديل الاول، وكاين الموديل الجديد هو هذا، ها هو هذا هو الموديل الجديد. اللهم بارك، رائع، محل طب ارتيكل بالسوق القريعه. فانا غنحط لكم الكلمه السر هنايا ان شاء الله في لي كومونتير باش تشوفوها، ولا غادي نقولها مباشره على الهواء مباشره. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا لي زارتيكل في لي لايف ديالنا، انا غادي نحاول ما امكن ندير لكم واحد الطريقه زوينه، غنبقى ندير كل نهار جوج ديال لي فيديو على لي برودوي اللي كاينين كاملين، يعني اي منتج غادي نحاول نفسرو ونعطيكم واحد النبذه عليه ونحاول ندير لكم يعني نعطيه حقه، يعني كل منتج ندير واحد دقيقه ونص نفسرو فيها المنتج. كما راه ديجا بدينا بهذا البرودوي هذا، وبدينا بهاد الغطايات ديال لي كابسول، وبدينا بهاد لي لامب ليد هام. ان شاء الله راه غادي نجاوب لي كومونتير ديال الناس كاملين، غير نكمل غير هاد اللايف في عجاله ان شاء الله، حيت الشبكه ديال الاواني المنزليه هي اللي ان شاء الله درنا علاش درنا اللايف. وهاد الشبكه هادي يعني بغيت بزاف ديال السيدات يستافدوا منها، علاش؟ لان الديزاين ديالها تبارك الله ما شاء الله زوين، ها هو الديزاين ديالها تبارك الله ما شاء الله زوين، وفي نفس الوقت انيقه ما كتشدش لاسباس وما كتصديش، اهم حاجه انها ما كتصديش، مضمونه مدى الحياه. ومرحبا بكم ان شاء الله بمحل ديال طوب ارتيكل بسوق القريعه. الكوبون كود ولا كلمه السر هو هاد، هاي منتجات تسهل الحياه.
اي واحد جاء بغى ياخذ هاد الشبكه هذه ديال الالومنيوم وعطانا وقال لينا راه شنو نقول ليه شنو كلمه السر منتجات تسهل الحياه غادي نقصوا ليه 50 درهم من ثمن الشبكه ديالها الاصلي فوالا وهذه راه اوريجينال وانايا تنضمنها اي واحد طرا ليه شي حاجه صدات وقع لها اي مشكل ولا اي بروبليم يجيبها ليا ونعطيه فلوس دوزيام شوا ما كنديروهاش واللي بحال هذه غير مسبوغه بالكري وكيقولوا الناس راه بحالها هذاك الشيء ما كنضمنوش انا كنضمن السلعه اللي كتدخل عندي المحل لان ديجا كنتحقق منها ومن الجوده ديالها وزيدون انا كما قلت لكم كنديها الوحده كنجربها في الدار عندي باش كنشوف لا كاليتي ديالها واش كتصلح ولا ما كتصلحش باش طوب ارتيكل السمعه ديال طوب ارتيكل دائما تبقى ان شاء الله الفوق الفوق وتبقاو تثقوا في المنتجات ديالها وتبقاو ديما تقدموا من عندنا بكل اريحيه فمرحبا بكم حاولوا ما امكن تبارطاجيو مع السيدات اللي مهتمه بهاد الشبكه هادي السيدات اللي باقي ما خداتش الشبكه ديال الالومنيوم قول ليها راه كاينه شبكه فوق لافابو راه هي عمليه رائعه هي كتجي وكتربحي بها بلاسباس كديري فيه هنا لي برودوي هنا الكيسان والجبابن ولا اي حاجه هنا الطباصل هنا الماس يعني تبارك الله جامعه شامله وكامله جامعه كل شيء بلاصه واحده ها هي ورجيلات كيتزادوا وتنقصوا على حساب العبار اللي بغيتي لا كاليتي ما نهضروش بحال صايبتيها لراسك هادي الا بغيتي تصايبي عند الالومنيوم غادي يطلب لك 900 الف درهم ها هي في محل طوب ارتيكل 700 درهم يعني 699 درهم والناس اللي يجيبوا الكوبون كود اللي غادي يقولوا لنا الكوبون كود غادي نقصوا لهم 50 درهم يلا اللهم يسر ونتمنوا تكونوا بخير وعلى خير نتمنى ما تكونوا ما طولتش عليكم في هذا اللايف ولقاكم على خير معكم امين زاري والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.